جينا بسوق القرية جينا نعيد الماضي في بيعه وفي شاريه والكل من ما راضي تبقى المحبة تبقى والشوق عقب الفرقة ولنا المراتب نرقى أهلا بسوق القرية أهلا بسوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا ومسهلا. اليوم أنا جدا سعيد. ليش؟ لأني معكم على شاشة بداية. ومين معنا؟ معنا الإعلامي الجميل المتألق الأنيق المبدع الرائع ناصر الإعلامي سي عبد ناصر سي عبد الله. الله يرضى عليك حبيبي سالم. أنا أسعد بك وأحبك وأحب أدبك ولطفك. أحييك. الله يسعدك. وأسعد بك وكذلك بمشاهدي قناة بداية، قناة الجمال والحب والدلال والرند والعرار والشيح والقيصوم والجمال. وجمهورها جمهور الذهب والعطاء والألماس وكل المواصفات الجميلة تليق بجمهور بودبود. أنا دلعها يا شيخ. إيش تسميها؟ بودبود. بودبود. أي نعم. حلو حلو. طيب بس اليوم نطالع بشياكة مختلفة والساعة مطقم معه. أيه نعم. الحين تنسيقاتك هذه كلها من محل واحد ولا متنوع الموضوع عندك؟ خليني أولا أمسح رقمك أول. وشو؟ وبعدين نسولف. تمسح إيش؟ رقمك. ليه؟ لأنك ساكن في قلبي. لا لا ما خلنا نرحم. خلينا على طيب. الله يسعدك. والله أنت الجميل وعيونك الجميلة. أنا كان سألني هو أنت مجرم. لا لا لا. أنت إعلامي بالفطرة. الله يسعدك. كان يقول أنت كيف لبست وكيف تنسق. هذا ما أخذ مني 3 دقائق لأني أنا أنسق الشيء في الذهن قبل أن يكون في الواقع. ترى مثل الحياة. الناس أملهم وين؟ أن يكون في الداخل ثم يخرج. نعم. وخوفهم في الداخل أكبر من الواقع من الواقع والميدان. فكل ما كان الشيء داخلي أنا يعني أتهيأ اللبس كذا أشوف هذا أبيض يركب مع الأخضر كذا. ما بس ما توقع 3 دقائق لأنك تعبت. أنا لاحظ اليوم يعني ما شاء الله شيك. يعني أنت لو تلاحظ شوف لو تلاحظ معي التيشيرت عندك أو مع الساعة وعندك الجزم الله يكرمك مع الله يكرمك. لا انت فاهم شغل. لا بس اصلا رجعت الشعر دي ورا ترى هذه الحالة قصة. هذه الحالها هذه قصة تعب. هذه 3 دقائق هذه بالمنديل. لا والله شوف اولا الله يسعدك يا حبيبي وانا احبك وان الله جميل يحب الجمال. اي والله. وكان يعني كبار الاخيار يحبون التجمل يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وصفه يقولون انه كان متواضعا في غير ذل ومترفعا في غير كبر. وكان صلى الله عليه وسلم يعني ابيض مليحا ويكره ان تشم منه ريح غير طيبه. تدري انه كان الامام مالك صاحب ابها مثلك كذا يعني يحب اللبس الجميل. لذلك حتى جاءت أجيال تظن أن الزهد هو ترك الحلال، الزهد هو ترك الحرام. يا سلام. قد يكون مرتبة أعلى. مفهوم. إيه إيه. أي نعم. فالإنسان لذلك كان يقول يحيى بن معاذ لقومه يقول أنا لا أمركم بترك الدنيا إنما أمركم بترك الذنوب. الله. فترك الدنيا فضيلة هذا لك براحتك، أما ترك الذنوب فريضة. فكونك تعيش بالمباح وبالحلال وتتوازن ترى هذا يريحك. وأعطيك مثال. شوف احيانا انا اذكر مره طالع الصباح راح اجيب فطور تعرف محلات التميس وانا احب العدس طاوه فعشان اذا جيت تعزمني لا بس مع كبده لا تخليها لحالها اي المهم طالع بثوب نوم قلت لانه خلاص المكان قريب الا وقابلني واحد قال لي انا احبك ابوي يحبك لازم صوره قلت له ما قابلتني ما اتفقنا كذا قلت له ما قابلتني الا في هذا اليوم اللي الواحد مو لابس المهم قال لي انا ما راح انشرها قال لي فقط للوالد قلت له خلاص جميل شاهد ذلك ليش أنا الآن جالس أتعذر له وأعتذر عن الصورة لأنه لما يكون لبسك جميل أو على الأقل مرتب وأنت نظيف ستكون ثقتك زائدة في نفسك وفي محلها لكن لما تكون غير مرتب ما ودك حتى تقابل الناس شوف اللي يطلع من النادي بعرقه وتعبان يعني ريحة العرق ما ودك تلتقي بالناس لكن لما لذلك اللبس الجميل ترى يساعد المعلم والأستاذ والمحاضر والذي يذهب إلى مناسبة لما تكون مرتب هذا يساعدك على مقابلة الناس ومقابلة الجمهور بس أنت ما شاء الله اليوم مرتب الله يبارك والله من طيبك الترتيب يساعد على الثقة بالنفس تقول نعم وجربها في نفسك يوم تطلع متعطر ولابس وثوبك مكوي تقابل الناس يا مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال تضغط يد أنا سالم سعيد الغامدي بس إذا قابلك واحد ممكن حتى ما تعطيه اسمك تعطيه كنية فهمت يقول واحد إذا أحسنت فانسب ذلك للوالد يعني تقول سالم بن سعيد صح نعم ناصر بن طاهر يقول إذا أخطأت قول اسمك وفقط حل الحالة لماذا توضع أسماء آبائنا بعدنا ماذا
يعني ليش سالم بن سعيد، ناصر بن طاهر، أسماء بنت محمد، نوف بنت يحيى؟ ليش معرفة من هذا؟ من يرجع هذا صح؟ يقولون توضع أسماء الآباء بعدنا حتى إذا سقطنا نستند عليهم. يا سلام. الله الله قاعد تغرد. ايه تلميذك هل هذه عشان اليوم عندنا الثقة بعد زايدة؟ والله ما أدري هذا ولا شيء. ناصر سألك سؤال، الأمل في الحياة كيف الإنسان أنه يكون شخص ذو أمل وذو همم وذو أحلام وطموحات؟ أنا شكل خاطب واحدة اسمها أمل، مبسوط على الكلمة. لا والله لا بس أنه يجذبني صحيح أن الشخص لما يكون عنده أمل، يعني عمر بن العزيز يقال أنه خالف خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فعمر بن العزيز يقول تاقت نفسي الخلافة فنلتها، ثم تاقت نفسي إلى الزواج من فاطمة بنت عمي فتزوجت، ثم نفسي الأمارة وليت، ثم يوم خلص من تحقيق الطموحات المتكررة قال تاقت نفسي إلى الجنة. صحيح. تحقيق الأمل أو عندما الإنسان في حياته لازم أن يكون عنده أمل في حياته. جميل. وش أثره على الشخص في حياته، وكيف الشخص اللي ما عنده أمل يحاول أنه يوجه نفسه إلى هدف معين لعله يكون سعيد؟ الله، وانت سالم السعيد. نعم سالم. الله يسعدك. اولا سؤالك جميل، يطول العمر، وترى انا معجب في تقديمك من فتره ما شاء الله تبارك الله، وكل مره تتفوق على نفسك. الله يسعدك. ليش قلت لك تتفوق مع نفسك؟ لان الانسان، وهذه لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات الكريمات، انت لست في سباق مع احد. يا سلام. انت في سباق مع نفسك، ماذا كنت بالامس، ماذا انت اليوم، ماذا تريد ان تكون غدا؟ ترى هذا اللي يريحك، لانك لما تدخل في سباق مع الناس سيدخل فيه الغل والحسد والتعب. لا، ولست مطالب، هم ممكن امكانياته اكبر، ممكن انا امكانياتي اكبر، فلا ينظر لي ولا انظر، لكن لما تعيش لتطوير نفسك وتهذيبها ستعيش خالي البال ومرتاح، وبالعكس ستساعد الاخرين. الامل ابسط توصيف له، انا اعطيك مثال. لما كلمتني عن البرنامج وتواصلنا، لو لم يكن هناك أمل أن القناة في هذا اليوم ستكون مفتوحة وسنجد المخرج الله يعطيه العافية الأستاذ محمود والمصورين والشباب والمصر الحب والجمال، ما كنا جينا. إذن اللي خلانا نأتي هو أنه عندنا أمل أن القناة موجود فيها المصور، موجود فيها المخرج، وموجود فيها الفني. لو فقدنا هذا الأمل ما جئنا. إيش يخلي الإنسان يقوم الصباح يتوضأ، يأتي بأذكاره، يفطر، يلبس، يصلي ويمشي للعمل؟ لأنه عنده أمل أنه في راتب نهاية الشهر. لو اتصلوا عليه قالوا له ترى ممكن هذا الشهر ما في راتب، ما تحرك. الذي يحركك الأمل. غير ذلك اللي عنده ملف راح يأخذ ملف تقديم على وظيفة، لو حاط في باله أنه ما راح يقبل ما تحرك. إذن الأمل هو وقود الحركة والحياة. يعني ما راح تتحرك ما لم يكن عندك أمل. وشوف كل إنجازات العالم كلها صغيرها وكبيرها تحققت بعد فضل الله بالأمل، ولم يحقق التشاؤم أي إنجاز بشري. يا ناصر، بعض الأحيان صدق لما يكون عندك هدف وأمل أنك بتحققه، تجد في فترة من الفترات أنك تتوقف. كل شيء ضدك، الحياة ضدك، تضرب من هنا. هو شوف، في نهاية الأمر مسلمين وموقنين أن الله عز وجل خيره والحمد لله، ولكن ردة فعلها على نفسك أنك أنت مأمل بشيء ولكن كل شيء ضدك. كلام جميل. كيف الشخص يتعامل مع هذا الموضوع؟ نعم، أصلاً هل لما جينا لهذه الدنيا أخذنا فيها العهد والوعد أنه سنتمتع فيها في كل شيء، أم أنها دار كبد ودار مشقة ودار عناء؟ يعني هو هذا الطبيعي ترى، يعني مستحيل. أو أصلاً يعني أحياناً ترك تتعب لتتوق إلى الجنة، لأنها هي الموطن الأصلي، الوطن. الواحد لما يكون في دار الغربة، شوفوا لما تكون مسافر ما يهمك، ممكن تسكن في أي فندق عادي، ممكن تأكل أي أكل، لأنها ليست دار إقامة. أنت ودك تخلص المهمة سواء كانت سياحة أو عمل وترجع. إيش الدار اللي ودك دائما تعمرها وتكون مرتبة؟ هي بيتك الحقيقي، بيتك، بيت العم سعيد، لأنك ستطول فيه المكث. يا سلام. معناها دار الدنيا كلها مؤقتة، فكيف ترجو فيها أشياء دائمة؟ هي الدنيا من أولها إلى آخرها. اليوم كذا الصباح ما أدري كيف كتبت، يعني كم الفترة من آدم عليه السلام إلى اليوم، قرابة 4 مليار، وبعضهم يقول 25 مليار سنة. لا إله إلا الله. يعني أنت تتصور نحن ولا شيء في هذا الكون لولا رحمة الله عز وجل. هذا واحد. الشيء الثاني أنه طبيعي أنه تأتي لحظة من اللحظات ينطفئ الشغف، خصوصا إذا ما تحققت أهداف. لكن أقول لك ليش انطفأ الشغف؟ هو صح ما تحقق كبرت الهدف، كبرت تحديات ربما تقول. لا، هو طبيعي. شوف دائما يقولون إذا كنت تمشي في نفس الطريق
ايوه معك في قهوه يا شيخ نجيب لك قهوه مشكله ايوه لا لا انا قهوه اول لا شوف يقولون اذا كنت تمشي في نفس الطريق جميل بنفس الاسلوب ستحصل على نفس النتائج اذا اردت نتائج مختلفه يا اما طريق مختلف يا اما اسلوب مختلف يا سلام يعني انت يا حبيبي سالم كل يوم تيجي من هذا الطريق تاخذ خبز صامولي وجبنه سائله صح نفس الفطور لا. ما في مشكله لا انت ما تساعد الناس على المثال الله يرضى عنك بس درست المفروض احنا نقهر بالمثال بالمثال يتضح المقام بس ساعدني عشان لا لا معك معك عيش فدايم اخذ كبد دايم اخذ صامولي جبن قبل شوي انا جيت ترى ما اخذ فطيره بالجبن اعرفك حركات وش مقصودي شيخنا بعض الناس يستيقظ الصباح جميل يرتب اموره ياخذ سندويش غض النظر احنا راح نضرب مثال بس مثال بس يعني سندويش جبنه سائله ويطلع من نفس الطريق صح انا اتكلم انه لا يغير طريقه جالس يحصل على 5000 راتبه او اي شيء عمل يجي بكره يقول انا ابغى اصير ليش ما يصير 15000 نقول ما دمت على نفس الطريق يعني نفس الوظيفه يا سلام. وبنفس الاسلوب هي النتائج واحده معناها اذا انت راضي بال5000 ترى خليك في طريقك لا تغير خطه اللعب عاده المدرب لا يغير يعني الفريق الذي يربح يفوز يعني 11 لاعب ما تغيرهم في مباراه بعد 3 ايام لانه الفريق الذي فاز له استراتيجيه معينه اذا تريد نتائج مختلفه يا اما اسلوب مختلف يا اما طريق مختلف حتى في صلاه العيد نذهب من طريق ونرجع من طريق صح من الحكم أن الأرض تشهد عليك وكذلك أن تقابل الناس يعني لم تلتقي بهم لا في الذهاب ولا في الإياب شاهدوا ذلك أنه بعض الناس لما يقول أنا ما تحققت أهدافي هو نعم أنه نحن في دنيا ما راح تتحقق كل الأهداف هذا طبيعي الأمر الثاني أنه هل أنت غيرت الأسلوب ترى مدام نفس الأسلوب يعني نفس السندويتش نفس كذا نفس النتائج يعني بعض الناس مثلا واحد يقول لي أنا كل ما أتصل عليك الصباح مثال ألقى جوالك مغلق هو طيران مو ما خلاص غير صير اتصل علي المساء فهمت غير عشان تحصل نتائج مختلفة نعم أو أسلوب مختلف أرسل رسالة أنت تصورت معي هذه أمثلة سهلة لا تعبر عما نريد في الحياة معناها أنت مثلا تقول يا حبيبي سالم أنا كل ما أروح أخلص الشغلة هذه أروح لهم الساعة 2:30 مقفلين معناها ينتهي دوامهم الساعة 2 معناها يجب أن تغير ستبقى طول عمرك تذهب إلى نفس الهدف ولن يتحقق 2:30 تنقف واحد راح خطب فتاة أمل بنت موسى صح؟ لنفرض يعني لنفرض لسبب ما مثال تريثوا أو قالوا بعدين أو ما أعطوه إجابة أنت اللي رحت بهذا الأسلوب أو أنت بهذه الكيفية ما جابت نتيجة محتاج مثال أن واحد يشفع لك أن واحد يقول لهم أنه سالم معروف عندي فإذا بقيت على نفس الأسلوب ونفس الطريقة ستحقق نفس النتيجة يعني مثلا الأم اللي تقول أبنائي يعني يغضبون ويكسرون أنت وش تسوي معاهم هي تغضب شوف أنت عارف هم يغضبون فهي تغضب فأكيد يبقوا في نفس الغضب لكن نقول لها غيري الأسلوب لم هم غضبوا كأنك تحتويهم وبيني لهم كان واحد تعرف إذا جلست بعد الطلوع من البحر ولا ما جربتها لما تضربك الشمس يصبح الظهر محمر جميل يعني أي واحد يلمسك خلاص تثبت يعني ألمها شديد فكنا في الجزائر لا تبين لأي شخص أنه عندك ألم يا سلام. وأخاف أن يأكله الذئب قالوا أكله الذئب لا تلقن عدوك الحجة لا تعطي للناس أني أنا ضعيف من هذه الجهة يا سلام. نعم بعض الناس لا تبين له أنه نقاط ضعفي هي 1-2-3 فيلوي ذراعك بها فإيه لأنه ليست كل الناس تخاف الله ترى شفت لما تجي أنت تنام بالليل على وضوء وتأتي بأذكارك لتقوم للصباح وأنت شرح منشرح ترى بعض الناس يمكر ويدبر لكن لما تأتي بأذكارك يكفيك الله كيده ويكفيك شره طيب أنا عندي أمل بتسمح لي أشارك إياه إيه أبو أنا أحبك تحب الأمل ها إيه أنت مثال أنت عندك أمل شوف أنت بديت متسابق بعدين جيتنا لقناة المجد واليوم مذيع وأنا أشرف أن أكون ضيف عندك هذا من الأمل والله فعلا أنت لو حطيت في بالك من أول ما طلعت في الإعلام أنك ما راح تصل ما بدأت حبيبنا محمود من أرض الحب وأرض الكنانة زملكاوي يا سلام أنت فاهم جميل يعني لو هو حط في باله أنه لما راح يجي اليوم ما نتقابل مع أمه في حلقة ليش يجي عنده أمل أنه سيلتقي بمذيع وضيف أعطينا أملك يا شيخ أنا أعطيك أملي ممتاز أملي أبو يا أستاذ ناصر أسلم يا عيني أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أنا الآن اللهم لك الحمد عندنا جمعية ممتاز حلو جمعية اسمها جمعية البر الخيرية بالجديدة الجمعية هذه عندها وقف حلو ممتاز الوقف هذا قيمته 6 مليون ريال ما شاء الله تبقى. وعندنا 3 أنواع من الأسهم سهم الشامل 350 ريال حلو تشمله من
أبوك وأمك وأخوانك وجماعتك وقبيلتك والجزائر بنية كنت 350 ريال هذه هذا اللي إيه؟ هذا السهم هذا سهم سهم الوالدين ب 250 وسهم الفرد ب 150 ريال كلام جميل إيه فأنت 350 ريال أنا عندي أمل بالله عز وجل أنها تخلص صح. هذه الأسهم يعني 17,000 تقريبا من 350 ريال 17,000 شخص من 350 ريال قفلنا هذا الوقف اليوم فأنا أتمنى من الكنترول الآن يعطونا اتصالات ونستقبل اتصالات معهم راح نسجل اسم المتبرعين على الصبورة أبغى الاتصالات كل مكان تحرق الكنترول هناك أبي الكل يتصل يشارك تبرعه تعاون على البر والتقوى وقف يبقى لك طول عمرك وشيء أنت مستفيد منه شيء لا يفنى لأن عند الله عز وجل وما عند الله عز وجل باقي ناصر تعليقك هذا في موضوعنا شوف الآن هذا وقف الأيتام والفقراء نعم وإحنا عندنا أمل في الله أنه هذا الوقف سيكتمل صح؟ نعم لذلك إحنا جالسين نتكلم يعني هذا جزء من حديثنا أول صفة من صفات المؤمنين في سورة البقرة إيش هي؟ يؤمنون بالغيب يا سلام واللي يؤمن بالغيب ترى هو من أكبر علامات الإيمان هي هذه الأشياء ليش؟ لأنه من أيقن بالخلف أن الله سيخلف عليه جاد بالصدقة والعطاء أما اللي في باله ما في أمل أنه هذا المال سيعود له يا إما في الدنيا وهو ما ينتظر منه الدنيا لكن ستأتي سبحان الله الله عز وجل يعلم ضعفنا ليس كل شيء مؤجل إلى يوم القيامة في أشياء من الأجر والثواب تعجل في الدنيا حتى العبد يعرف أنه هذه يعني هذا طعم لذة الأجر في الدنيا فكيف بالآخر فاللي عنده أمل أنه في يوم قيامة وفي بعث يؤمن بالغيب في جنة وفي نار شوف لذلك ترى مهمة واحد مرة دعا دعاء ما أنساه ممكن من 10 سنوات قرأته في كتاب الله. أيوة. يقول اللهم إن الكفار قد قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنك لا تبعث من يموت ونحن نقسم بالله جهد أيماننا أنك ستبعث من يموت أفات وراك يا ربي ستجمع بين أهل القسمين في دار واحدة مستحيل يعني نفس الشيء الآن اللي يوقن أن الله عز وجل يعطي المتصدق ويخلف عليه هل مثله مثل اللي يقول إيش فائدة هذه الصدقة لا يستويان أي والله لا لأنه أنك تفعلها إيمانا بالغيب أن ربي اللي خلقني ورزقني وأعطاني وهداني وحباني أني لما أعطي لأولئك الفقراء وزيد نحن ترى كلنا فقراء إلى الله والله هو الغني والحميد معناها ترى فقير يعطي فقير فقير يعطي فقير ومحتاج يعطي محتاج لأني أنا لما أعطيه أنا أحمد ربي أني وجدت من يقبلها مني لأنه سيأتي يوم صارت تخرج الصدقة فلا تجد من يقبلها لأنه يفيض المال لا إله إلا الله إيه يصبح ماله معنى اليوم الذهب والفضة والألماس والدراهم يعني النقدية من وين اكتسبت قيمتها من قلتها ولأنها هي أداة التعامل لكن لما تصبح ليش التراب رخيص لأنه هو في كل ما تمشي موجود يقول لك برخص التراب لكن الأشياء النادرة ليش غالية لأنها نادرة فلما يأتي آخر الزمان ويفيض المال لم يصبح له قيمة فاليوم هي فلما توفيق بالله والله فلما تأتي لواحد في آخر الزمان تعطيه يقول لك لو جيتني أمس اليوم هذا هو الفلوس ما أعطيت ما جبت جديد فنفس الشيء ترى اليوم لما تجد هذه الأوقاف رسمية ومتاحة وتعطيها احمد ربك اي والله احمد ربك أنك وجدت يعني شريحة تعطيها وتقبل منك ترى قادر تجي تعطي يقول لك واحد أنت على أي أساس جالس تعطيني فتحرج أما تجد اللي يقبل منك هذا العطاء وأنت ما تعطيه له بثوب المن تعطيه له بثوب الله أنا محتاج وقف الله عز وجل يقول إن أحسنتم في أنفسكم نعم أحسنت الله عز وجل لما يعطيك هذا المال يعني يبارك لك فيه ترك لما الله عز وجل يرزقك هذا المال يرزقك أنك تبرع بهذا المال ويغفر لك كلها من الله عز وجل وتوفيق كلها من الله عز وجل اليوم هذه الجمعية أتاحت لنا فرص كثيرة ومن الفرص اللي أتاحتها عندنا الدروع عندنا يا أستاذ أبو عبد الرحمن الدرع الكبير هذا صك إنك معنا في هذه الجمعية ب10,000 ريال الله لما تبرع يكون لك صك معك وراح يصلك هذا الدرع إلى باب بيتك ما شاء الله تبارك تصل ترسل الإيصال على الواتساب للجمعية ويجونك يوصلونها لك إلى باب بيتك والدرع الثاني ب5,000 ريال وكذلك ترسل إيصال يرسلونه لك إلى باب بيتك تذكر تخيل يوم القيامة وكلنا معنا الله أسأل الله السلامة بحاجة لهذه الأوقاف تخيل في يوم القيامة واقف أمام الله عز وجل ترجو رحمته فإذا بهذا الوقف اللي أنت ما حسبت له حساب بجبال من الحسنات يا ربي كيف جاني ذا الوقف يا ربي
في مثل هذه الأوقاف، ترى التوفيق من الله عز وجل. صح. والله أنه توفيق لما الله عز وجل يقول لك هذا وقف وهذا فلوس وتصدق. لو نرجع وراء عائشة رضي الله عنها، كانت الله تمسح الدراهم تنظفها، دخل عليها الرسول قال ليش يا عائشة؟ قالت علمت أنها ستقع في يد الله قبل يد الفقراء. فشوف كيف تروح تنظفها ثم تروح تعطيها. أنت الآن اللهم لك الحمد هذه الجمعية أتاحت لك أنك توصل فلوسك بشكل يسير، ولا عن من؟ عن والديك. يعني سبحان الله نية تجارة العلماء أبو عبد الرحمن تجد أنها عن والديك وعن أخوانك. إن حطيتها وضعتها عن والديك فهو بر، وإن وضعتها عن أعمامك وأخوانك فهو صلة رحم، وإن وضعتها عن أخوانك فأنت أدخلت السر عليهم. فعدة أبواب خير مجتمعة في هذا الوقف. نصيحة، 17,000 بديناها في نهاية البر في بداية البرنامج، واليوم قلت وبتقل بإذن الله. نبغى نستقبل اتصالاتكم، ونبغى الجميع يتصل ونسجل اسمه معنا في هذه الصبورة، وكذلك راح نستقبل تبرعاتكم على جوال الجمعية، وبرضه راح نسجل التبرعات. السعادة والأمل يا أبو عبد الرحمن. أسلم. بعض الأحيان الشخص يضيع طريق السعادة، ما يعرف كيف يكون سعيد، ويبغى يقول أنا أحاول إني أصير سعيد ما عرفت، غيرت مجال يعني غيرت روتين حياتي ما عرفت، وجدت إني أستانس فترة معينة ثم أرجع ضيق وملل ولا أعرف كيف إني أتغير. وش الطريق بحيث أن الشخص يكون في سعادة؟ يعني كلام جميل. كان في داعية مغربي رحمه الله، كان قبل أن يكون داعية كان مغني. جميل. اسمه سعيد الزياني رحمه الله رحمة واسعة. توفي وهو راجع من العمرة إلى الإمارات. جميل. استضيف في قناة المجد، قال أنا كنت في سعي فلما عرفت طريق الهداية وجدت الدال فأصبحت سعيدا. أي نعم، وسيرته عاطرة، وحتى لما تشوف وجهه مليح وصبوح. شوف الإنسان هذا عجيب، الإنسان جسد وروح. جميل. الجسد من طين، يعني من الأرض، فلما يكون شيء من الأرض إذن ما الذي يشبعه الأشياء اللي من الأرض؟ كوسة، بقدونس، بطاطس، صح ولا لا؟ نعم صحيح. نعم. برجر لحم ولا دجاج؟ وش تأكل أنت؟ دجاج. ما في مشكلة، أنا مقاطع اللحم ده اليوم ولا أمس؟ لا اليوم بس. إيه عشان ما أقول لك عشينا لحم. حلوة الحركة هذه. هذه اعتمدها. عجبتك؟ أنا بعد أحب لبن وتمر. حلو. زال الجو. فبما أنه الجسد من طين غذاؤه الطين، يعني أكل شرب نوم. جميل. الروح من السماء فلن يكون غذائها إلا من السماء. إيش اللي يحدث للبشر عموما كلهم، البشرية كلها، وأنا منهم وأنت منهم؟ أنه أحيانا شوف مثلا تلقى واحد نام ساعتين ثم أذن الفجر قام، الجسد مرهق لأنه من طين، لكن لأنه غذى الروح وذهب بها إلى غذاء السماء، الجسد بعدها تلقائيا يأخذ من قوة الروح، ويعني يقوم في الأرض نشيطا سعيدا. يا سلام. جرب العكس، إنسان ينام 10 ساعات وتفوت 3 صلوات تقريبا، وهذه من أكبر الجرائم اللي تحدث في الأرض. يقول ابن حزم ما في شيء بعد الشرك مثل أن تفوت الصلاة، يعني يخرج وقتها، أو أن تقتل نفس بغير حق. فلما تخرج الصلوات رغم أنه أعطى الجسد حقه، شوف نام 8 أو 10 ساعات وراء بعض، لكنه قام خبيث النفس كسلان، ضايق لأنه يقول ليش رغم أني فللت نوم، لأن غذيت الجسد، الروح بقيت تصرخ أين غذائي؟ بس أنا أعطيك شيء ثاني. وبعض الناس قد يكون موفق في هذا الباب، في الروح يصلي، يصوم، يأتي بالأذكار، لكنه مهمل للجسد، ما يأكل كويس ولا يشرب، فتجده هزيلا نحيلا متعبا. نقول له أنت صح أعطيت الروح حقها، لكنك أهملت الجسد الذي هو من طين، والله من تمام عدله وازن بين الجسد والروح. يعني تهمل الجسد تراه يتعب، سنة الله في كونه. تهمل الروح تراها تتعب. طيب يا اسلم عبد الرحمن، انت اعطيتنا الغذاء الجسد، اللحم، برجر لحم، برجر دجاج، خضروات. طيب وش كشري يا بعد؟ وش غذاء الروح؟ كلام جميل. وفيه يعني خلينا نتوسع هذا الباب. هذه في غذاء الروح، لما قلت انها من السماء، يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، ترى معناها، عارف معنى من امر ربي؟ اي لا يعلم سرها وكنهها الا الله. معناها ما دام ما يعلم سرها إلا الله، يا رب ما غذاؤها؟ أنا الذي سأعلمك غذاءها. معناها يستحيل أن تعرف غذاء الروح إلا من الوحي. جميل. لأنه تخيل شيء ما تعرفه، ولله المثل الأعلى، أنت مثال لما تجيب جهاز وما عرفت تشغله ترجع للمصنع الأول. نعم. هو اللي علمك، يعرف كل شيء، لا تروح لا يمين ولا يسار. ولله المثل الأعلى، عبدي أنا خلقت لك هذه الروح
وأنا أعلم بما يصلحها، وأنا أعطيتك ترى التوازن. نعم. هذا ترى عندي مهم، وإحنا شريعة الوسطية والاعتدال والتوازن. جو ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل هذا المثال شرى سيريحك في الحياة، يريح أي إنسان. يعني تخيل لما يقول الواحد أما أنا فأصوم ولا أفطر، في نظرنا لو إحنا جالسين ودخل علينا واحد قال ترى أنا أصوم وما أفطر، ما شاء الله يا أخي هذا عابد ما شاء الله دائما صايم يعني يوميا. نعم. يعني فقط يجيه المغرب يفطر. جميل. وهذا روعة هذا الشخص. يجي الثاني يقول لا ما شفت الثاني، أما أنا فأصلي يعني يقوم الليل ولا أرقد، يعني تخيل الليل كله قائم. والله نقول وش ذي العبادة ما شاء الله تبارك الله. جميل. جاء الثالث قال سكر عليهم كلهم، قال أنا تراني لا أتزوج النساء، معناه متفرغ للعبادة. لو احنا جالسين من غير من يأتينا وحي يعلمنا، والله يا أخي هذا يصوم دائما وهذا دائما يقوم الليل لا ينام وهذا ما يتزوج النساء منقطع للعبادة، في نظرنا كويسين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم. يا سلام. سكر عليهم الباب، تريد التقوى والخشية، أنا أخشى أهل الأرض وأتقاهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل من مشى على الأرض وأفضل من غطت السماء هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو سيد المتقين وإمام الخاشعين. كيف شأنه؟ أصوم وأفطر، معناه هذا خرج عن النص. أصلي وأرقد، الثاني خرج عن النص. وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شفتوا ايش علمنا؟ نعم. معناها أنا وازنت بين الجسد والروح، أصوم لله، أفطر أعطي الجسد، يا سلام. أصلي روح، أنام أريح الجسد، يا سلام. أتزوج النساء لأن هذا وظيفة فطرية هي كذلك للجسد، وتنعم بها الروح لأنه لما يصير عندك أبناء وذرية، حتى كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني لا تقول أنا والله هذا عابد ترى دائما ريحته عرق، حب الطيب تخيل. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تشم منه ريح غير طيبة، دائما جميل. وما شممت يعني فيما يصفه الواصف يقول ما شممت يعني شيئا يعني أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لمست ديباجا ولا حريرا، تخيل الحرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها ليونة حتى في مصافحته ولطفه. فاللي ما يوازن بين الجسد والروح سيفقد البوصلة. وجربها أنك أحيانا صح أتيت بالعبادة مثل الصيام بس لخبطت في النوم، الجسد متعب يقول لك أعطيني حقي. فكل لما توازن كذا، وبعضهم يجي يعطي الجسد رياضة وكمال أجسام وبروتين وكذا بس ما يصلي، تجده مختنق لأنه أعطى الجسد فقط، جالس كوسة وطماطم. فأنت لما توازن بين الجسد والروح هذه هي الحياة الحقيقية. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وأعطانا سبحان الله دروس لازمنا نعيش معها، وحلمنا وحلم كل شخص أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يبلغنا إن شاء الله. آمين. الله يبلغنا شوفته. آمين يا رب. الدعاء بدون المشيئة. أحسن. نعم. فاللهم اجعلنا إن شاء الله نرى وجهه، ولكن كيف الطريق إلى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني الآن اللهم لك الحمد أبرجع وأعيد الأمل الأول. نعم. وسبب جيتنا، سبب اجتماعنا عبد الله عز وجل هذا الوقف. يا ناس هذا الوقف ترى توفيق من الله، والله ما توفيق. عندك أسهم سهلتها الجمعية لك. صحيح. عشان يستقبلون جمعياتكم، يستقبلون تبرعاتكم في هذه الجمعية المباركة. الباركود على الشاشة، امسح الباركود وباللي تقدر فيه، باللي تقدر عليه. سهم الشامل ترى 350 ريال، وتراك تدخل على يتيم محتاج فقير ما عنده من الله عز وجل، ثم هذه الجمعية. والجمعية تراه من وين؟ من الدولة، اللهم لك الحمد. الدولة حاطة رقابة، وكذلك باركود على الشاشة اللي يبغى يتأكد صدقاته من يوم تطلع من جواله إلى أين تصل؟ تصل في عندك في هذا الرابط يوضح لك كل شيء. عندنا هذه السكوك اللي بتكون لك شاهد يوم القيامة، ترى والله العظيم إنك ما تأخذ من دنياك إلا اللي قدمته. أنا الآن جالس أشوف الجوال، اللهم لك الحمد، الجمعية التبرعات جالسة تجيني، الفرص ما زالت متاحة. أنا راح أسجل بعض الأسماء بعد قليل، ولكن أنا حاب أقول لكم ترى في ناس حطوا لهم وقف جاري. عثمان بن عفان رضي الله عنه من 1400 سنة إلى يومكم ذا عنده أوقاف جارية، وسبحان الله ترى ينقطع من بلادهم لمن ثلاث، ومنها صدقة جارية. ترى توفيق من الله عز وجل إنك وانت جالس في بيتك وبين أهلك تقول أنا بأدخل عليكم السرور اليوم، أمي وأبوي وأخواني واللي ياسم معنا، ترى الآن راح أجعل لكم وقف جاري، ونبغى مثل ما اجتمعنا في هذا المكان نجتمع في الجنة. ترى 350 ريال، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن أبو عبد الرحمن، ربما نقول على التنسيق هذا ربما يجي كذا ب 350 ريال. ايوه فعلا، يعني احيانا تروح في وجبه، تروح في وجبه وهذا شيء يبقى. اي والله هذه امور ترى سبحان الله
يعني لن يبقى معك إلا ما تركت لآخرتك، دون ذلك ترى يفنى. نصيحتي لك قدم لآخرتك، ترى الدنيا ساعة والدنيا ترى منتهية. الآن باركود على الشاشة، بلي تقدر عليه تبرع بريال بعشرة بخمسة، بلي تقدر عليه، ولكن هذه تيسير من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل. 17,000 من 350 ريال نقفل وقف قيمتها 7 مليون، ترى توفيق وتيسير من الله، أو 6 مليون، والله أنها فرصة بين يديكم. ناصر تعليقك. والله أنا معجب بكلامك ومستمتع، وأنا أقول لأحبابي ولجمهور بداية الغالي، يعني للكرام وللكريمات، قد هيئت لك المراقي فارتقي، ونثر لك الضر فانتقي. فرصة عظيمة جدا أن توفق للعطاء والصدقة والإحسان. ترى نحن ليس بشيء إذا لم نكن محسنين، ولا يمكن، يقول المنفلوطي، أن تسمي الإنسان إنسانا إذا لم يكن محسنا. ترى إذا ما كنت محسن لا فرق بينك وبين شجرة وحجرة، ويعني أنت لا تنفع ولا تدفع ولا تضر. قيمتك فيما تعطي، صحيح أن يكون لك شأنك الخاص وأن تعتني بنفسك، لكن أن يكون لك هذه الصدقات والمساهمة في مثل هذه الأوقاف، هذا اللي يدل على أنك مسلم، وهذا هو اللي يدل على حياتك، وهذا هو اللي يدل على أنك إنسان، وهذا اللي هو اللي يدل على أنك تعرف المعروف. إن بعض الناس يبذلون جهدا غير عادي فقط ليكونوا أناسا عاديين، يعني فأنت أتتك يعني الفرص على طبق من ذهب، فهي كالشهد بل أحلى وكالماء بل أصفى. فأنفق، تصدق، اعطي، وترى من تمام عدل الله لو أن كافرا تصدق، هذه تعجبك. جميل. من تمام عدل الله لو أن كافرا تصدق، فإن الله من تمام عدله وكرمه أنك ما راح تكون أكرم من الله. حتى الكافر يكافئه الله على صدقته في الدنيا، ليس له في الآخرة لا نصيب ولا خلاق، لأنه مفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن في الدنيا أنت حتى يا عبدي وإن كنت غير موحد، لكن أنفقت على عبادي وخففت عنهم الآلام، لن تكون أكرم من الله. فلذلك تجد بعض الكفار فيهم سعة وانشراح، لأن الله كافأهم بعدله. ترى الله رحيم، لأنه في رحمة عامة هذه لكل المخلوقات، شملت المسلمة والبر والفاجر، ورحمة خاصة هذه لعباده المتقين والمؤمنين. فإذا كانت الصدقات من كافر تنفعه في الدنيا، أنا قلت في الآخرة، ما يعني الآخرة لازمها التوحيد، وغالب من يكون أمثال هؤلاء يعني معروف بالصدقات والعطاء قد يوفق في آخر حياته للتوبة وللهداية. لكن أنا أقول حتى إذا كان كافر من غير التوحيد نفعته الصدقة، فكيف بالمسلم الموحد؟ الله. ترى الله عز وجل يحب منك هذا، ويحب منك أن تكون محسنا إلى عباده. لو أن كافرا، يقول ابن القيم، ولقد ثبت بالشرع والعقل والنقل والحس والتجربة والواقع أن صاحب الصدقة لا يقع. هذا ثبوت ثابت ثابت ثابت، يعني تجد واحد متصدق مرة أخرى جداً ولقد ثبت بالشرع والعقل والنقل والحس والتجربة والواقع، مجرب سادة أهل الدنيا الكرماء. شوف دائما حدث الناس عن واحد في عيوب ثم تقول كريم، يا رجل يقول لك تتصلح، لكن قول كل الصفات الجميلة ثم قول بخيل، أي يقول لك أترك عنك بس. فالكرم يغطي كل عيب، وكم من عيب يغطيه السخاء، كما أن البخل عار، وإياك أن تزوج ابنتك أو أختك إلى بخيل، لأنه الإنسان يتحمل كل شيء إلا بخيل. تخيل يعني بخيل بمشاعره، وبخيل بلفظه، وبخيل حتى بماله، يعني ستعيش الويلات. أما بعض الصفات يمكن تعالج، أما البخل فعار ومذمة. شوف اليوم، إلى اليوم الناس يذكرون الكرماء ويسمونهم بأسمائهم. أنا أذكر مرة واحد قال لي كانت عجوز قصدت جارا لهم، رجل أعمال. جميل. هذه لطيفة، يعني فيها عبرة ولطيفة. أنا حتى قال، فقصدته قالت له أن زواج ولدي قريب، فأبغى منك سلف 40,000. جميل. المهم فاعتذر منها بالليل. جميل. يقول لما جاي ينام يتقلب في الفراش يمين وشمال، لم يقدر على النوم. ليش؟ لأن الوسادة ينام عليها الصغير والكبير والغني والفقير، ولا يرتاح عليها إلا مرتاح الضمير. يا سلام. فما قدر ينام، فعرف، قال والله إني ما قدرت نام إلا من هذه العجوز. كم جات تطلب هي؟ 40. فأخذ 70,000. يا سلام. وطرق عليها الباب وقال لها الموضوع تيسر.
جميل. حتى ما يحرج وقدم لها المبلغ، وهي كانت تبغاها إيش؟ سلف، كانت تتورط بها. جميل. قال هي هدية لك. نسأل. فدعت له يقول عن نفسه وحدثني ثقة قال أبوابي التي كانت مغلقة فتحت، فعرفت أني كنت أوتى من قلة العطاء. الشاهد هو لما حكى لي هذا القصة أنا بعدها حكيتها في أوراق الياسمين في المجد، فكنت أقول له لا تنشرها يعني ممكن قد تصله يزعل. قال لي هل واحد رضي يقول أنا رضي؟ هل أنا البخيل فلان ابن فلان؟ ما راح يقول، وأصلا ليس في بلد معين يعني، هي إحنا قلناها مبهمة وستبقى مبهمة، هي في أحد البلدان العربية. فالشاهد أنه يقول شوف لو كان كريم راح يقول نعم، ترى القصة اللي قلتها في المجد أو في بداية أنا نعم. أما في الغلط ما في أحد يقول، سيجرأ بل سيستحي يعني ويضع. شوف لذلك البخل يجعلك تدس رأسك في التراب، أما الكرم يجعلك شامخ. أبشرك يا أبو عبد الرحمن، معنا كرماء الآن تفرعوا وراح نكتب اسمهم على الشاشة. يا أهل الخير أقبلوا، لأن أهل الخير روح أشوف خطك كيف روح. لا هذا الموضوع يعني يعني نوعا ما يعني لا لا شوف جدا. شوف اكتب. طيب خلينا نجي صار هنا بسم الله. طيب اول اسم معنا اسلم حنان محمود والنعم 350 ريال الله يكتب اجرها الله يرضى عنك. تزعل الخط يا قلبي. لا لا معك. شوف هذا وانا بدو وضوء مح. طيب الاسم الثاني عندنا 350 ريال الله يكتب اصبر 350 ريال الله يكتب اجرها ما شاء الله. هذه حنان محمود والثاني عبد الله حسين ما شاء الله ما شاء الله. لا ركز لي الموضوع والله يعني لهم والله ربي حلو الله يكتب اجرهم يجزاهم الجنه. اللي بعده ترى هذه ليست مجرد اسماء تحط وتمسح وخلاص، ترى سجلت عند الله عز وجل يا رب. ترى ان الله عز وجل وباذن الله انه يقبلها، ترى هي قسم بالله انها بتكون شفيعه لك. كل شيء يفنى الا ما حطيت الله عز وجل، وكل شيء راح يروح الا ما بقي لوجه الله عز وجل. يوم القيامه يتمنى الشخص الحسنه يعني الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. ليش يفر؟ الله اكبر. ما يبغى يعطيهم حسنات خلاص، هو نفسي نفسي فرار. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ترى هذه الأمور راح ترفعك يوم القيامة وتقول يا ربي لك الحمد إنك وفقتي مثل هذه الأوقاف، وترى هي راح تغلق. ليش؟ إن الله عز وجل متكفل بها، لا هو بنا ولا هو بأبو عبد الرحمن ولا هو بالكنترول. توفيق من الله عز وجل، تيسير من الله عز وجل إنه جعل مثل هذه الجمعية موجودة. يعني 350 ريال تقدر تجمع عائلتك في الجنة من الله عز وجل. إن شاء الله قبله بإذن الله راح يقبلها لأن الله كريم. 350 ريال سهم الشامل، وعندك صك اللي تقول يا الله هذا صك لي إن شاء الله صك دخول الجنة، حطيته في هذا الوقت المبارك ونفعت مين؟ نفعت الكريم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون بضعفائكم، الضعيف اللي ماله الله عز وجل ثم أنتم ثم هذه الدولة المعطاة اللي سخرت لنا مثل هذه الجمعيات. ومثل ما قال أبو عبد الرحمن قبل قليل يقول ترى هذا يعني توفيق الله عز وجل أنه جعل هناك محتاجين وجعل في يدك المال ثم خلاك تدفع هذا المال لهؤلاء المحتاجين. الله يكرمك وإن أحسنتم فلأنفسكم. خلاص هذا التوفيق من الله عز وجل. في نصيحة، الوقف بيتقفل عندنا يعني هذا السهم 350 ريال وباللي تقدر عليه. ما عندي 350 ريال 10 5 شيء يبقى لك وقف جاري. أنت من ما أنا أبغى أبو عبد الرحمن يعلقني على كلمة وقف جاري. ترى ما هو أي يعني تجارة ودر عليك 30 سنة 40 سنة تنتهي، 50 سنة 100 سنة لأحفادك نهايتها الانتهاء. ولكن اللي يبقى لك اللي هو عند الله عز وجل، وخاصة لما يكون وقف جاري لأيتام وفقراء ومحتاجين. تعليقك يا أبو عبد الرحمن. نعم كلامك جميل. شوف الوقف الجاري يقولون السعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته، لأنه ما تخلي سيئات تجري يعني ما ناشر شيء على السعيد. إيه السعيد لأنك لما تخلي أشياء في وسائل التواصل يعني قد تترك محرمات أو أشياء تسيء فيها لدينك ووطنك وقيمك، تخيل ترحل يشاهدها الناس من بعدك. فإياك يعني مهما كنت مخطئ خلي خطأك عندك. يا سلام. لا تترك سيئات جارية. السعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته، والأسعد منه من إذا مات ترك حسنات تجري بعد الموت. يعني تخيل، راح أقول لك شيء مهول. جميل أطربنا. شوف أي واحد الآن فقد عزيزا، أباً أماً أخاً أختاً جداً،
بعضهم عارف ايش معنى ايش؟ يعني احيانا انت لك شخص لك 4 أيام ما قابلته تشتاق اليه. نعم. تدري انه في ناس من 40 سنة تحت التراب تحت الارض، يعني لا يتحركون لا يمشون لا يستطيعون، يعني ليس لهم من الله الا ما قدموا او يقدم لهم اليوم. الله. اعطيك اشد من ذلك، من ادم عليه السلام الى اليوم، يعني لو قلنا بعضهم قلت لك قد تكون 4 مليار سنة هم تحت الارض. لا اله الا الله. لذلك سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حج عن ابن تيمية وابن حزم وبعض العلماء، وأعرف أنا إلى الآن قابلت فاضلا مثلك له أضحيات يقول لي أذبح هذه، يعني الأضحية لي وعن أهل بيتي، وهذه مثال على البشير الإبراهيمي الجزائري العلماء. شوف العلم رحم بني أوي بن رجب وغيرهم من العلماء. شوف الحسنات كيف تجري، أنك أنت اليوم يا إما أن تقدم مثل هذه الأوقاف وتترك لك حسنات تجري بعد الموت، بعد ما تكون رهين قبرك، ترى بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاث سينساك الناس تماما. ترى هذه حقيقة تريدها ما تريدها، هي أصلا من رحمة الله أنه في النسيان، وإلا ستتفطر الكبد أنك اليوم فاقد الوالد أو الوالدة. فقد يكون لك أب من 40 سنة تحت التراب، بعضهم 60 سنة، بعضهم 1000 سنة، جد الجد خلاص، يعني الآن الجد السابع من 1000 سنة أنت لم تره تحت التراب. تخيل تجي اليوم وتعطي في مثل هذا الوقف وقت في الأيتام والفقراء، تصل هذا من رحمة الله. تخيل لو أن الأعمال الصالحة تنقطع بالموت فقط، يعني تصير فقط اللي قدمت. بعضهم الناس قدم في 20 سنة ومات، وبعضهم في لا، الله عز وجل يقول لك عبدي ستعيش 60 أو 40 أو 50، جعلت لك فرصة أنك ترك لو تصدقت في مثل الأوقاف، بغض النظر عن اسم الوقف، هذا هو الآن يوم وقف الأيتام والفقراء، ترى رهينة قبرك الناس نسوك، لكن لك صدقة يا عبدي لا أنساها لك. الله أكبر. هذا هو، شوف الوقف ترى شيء مهول. الله. لذلك لا يوجد أحد. الله مهول. لذلك لا يوجد أحد من الصحابة إلا أوقف، عارفين قيمة الوقف. يعني أحيانا يجيك واحد عطشان تعطيه ماء نعمة، لكن هذا الماء ينتهي في لحظة، وهو صدقة وأطمعت. إيه لا، وقد يكون سبب الجنة مثل ما قال ابن تيمية، يعني المرأة التي سقت كلبا غفر الله لها، جاءت في لحظة عطش، جاء في لحظة عطش أدخلت خفها أعطت له الماء. يقول لابن تيمية يعني صادف مع اليقين التوحيد اللي عندها أنها رحمته، ما راح تكون أرحم من الله. ما بالك بالأشياء اللي تبقى، يعني الموية الآن أعطيت الواحد شرب وقلت لك القارورة خلصت كم في 5 دقائق، لا أنا سأجعل لك شيئا في الأرض، لأنه الأوقاف يبنى بها مثال عمائر كذا، تبقى ما بقي الناس، يعني واحد بعد 5 سنوات من وقفه مات، لكن أوقافه إلى اليوم. إلى اليوم، يعني هو في 40 سنة الآن تحت قبري 50 60، لكن لك أعمال يا عبدي، ترى المسجد الذي بنيته يصلي فيه الناس إلى اليوم. أنا كان في حي، يا الله يا الله يرضى عنك، فأشوف أبناء تبارك الله مهتمين في مسجد والدهم، فنعمة عظيمة. أقول يعني أي خير كم يمر عليه، تدري هذا من أفضل المساجد وأنظفها، فيمر عليه الناس يوميا لو حسبنا الصلوات ممكن صلى في هذا المسجد 3000، 3000 في ميزان والدهم. يا الله، أنت متصور المعنى الجليل، في رمضان يمتلئ وخذ وهلم سحبة. في مسجد في حي التعاون أنا أحب أصلي فيه في رمضان، جامع موضي بنت عبد المحسن العنقري، وهي والدة سمو أمير منطقة عسير نمسي عليه بالخير سمو الأمير تركي بن طلال. مسجد نظيف وجميل ومهتمين في أدق التفاصيل. سلام. فكان معي واحد قال لي والله هذا واضح انه المسجد يعني كذا، قلت له راح تقول ما ادري كيف، قلت له هذا يعني بني بحب، لانه بناه لوالدته يريد لها شيء يبقى لها وقت، تدخل تجد الرائحه الطيبه، لباس الموظفين موحد، مختار امام على مستوى المؤذن، يعني تبارك الله، وغيرها من المساجد. فهذه الأوقاف أنت لما تقدم لتحفيظ ووقف مسجد، ما صلى الناس، ما تلوها في هذا المصحف، ما قرأوا. لذلك بعض الناس من أدبهم أنك إذا أهديته مصحف يحاول يقرأ في المصحف الذي أهديته ليأتيك الأجر، هو ما راح ينقص من أجره لكنه واعي. وبعضهم إذا راح الوالد أو والدته يقرأ من المصحف الذي آتى به الوالد إلى البيت. هذا هو الشيء الذي نحن بصدده وبصدد الحديث عنه. الله يبيض وجهك. وجهك جدا، كلامك جميل. الميت لو تمنى الرجوع للدنيا، وش كانت تمنيته؟
ربي لو لا أخرتني إلى قرية أجل فأصدق. فأصدق يعني أمنيتها الوحيدة هي أنها يتصدق. يا كم مثل ما قال أبو عبد الرحمن، يا كم ميت تحت القبر من سنوات ما حد يعرفه، بس أنها بقيت صدقته في قبره له نورا، خلاص صدقته ضيق قبره. فأنت الآن أسعد من تحب. وأسمع أمس واحد من الشباب يقول إن الصدقة مجرد ما تخرجها على طول تصل إلى على طبق من نور إلى الميت. الله أكبر. من هذه؟ من ولد، من أب، من بنت، من أيا يكن. تراه والله العظيم إنها تيسير وتوفيق. يعني 350 ريال حتى لو دفعتها، أنت تأكد إن هذا حتى لو دفعتها وأنت ما معك إلا هي، والله يخلفها الله عز وجل. سبحان الله، أحسن. فيعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، لا إذا ضاعفها الله عز وجل، ولهم أجر كريم. أنت مع كريم سبحانه وتعالى، تسب إنها ضاقت عليك، ما بالله عز وجل يفتح لك باب خير وباب تيسير. ترى توفيق وتيسير إن عندك بهذه الجمعية، أضمن لك صك تدخل به الجنة، وأضمن لك سهم لك ولعائلتك 350 ريال سهم الشامل بلي تقدر عليه. وترى يا كم واحد صدق صدقه ونساها ولقاها في وجهه بخير، ويعني رفع الله عز وجل بها منازل، تلقاه في على الجنة كيف بهذه الصدقة. مثل ما قال الامرأة التي سقت كلبا، سبحان الله دخل الله عز وجل الجنة، شوف رحمة الله عز وجل، هذه من رحمة الله عز وجل ومن تيسير الله عز وجل. وتعال خلونا مع بعض نحسب كم بنجلس في هذه الدنيا، كم بنجلس يا ابو عبد الرحمن؟ والله لا شيء، يعني 4 مليار سنة. لو نحسب 60 خلينا نقول شخص عاش 60 او 70 سنة صداقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70، كم هي؟ ولا شيء في ميزانك، ولا شيء يذكر. يا أخي خزانة النار، يسأل أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد السنين. أعطيها لك بالمختصر؟ أعطنا بالمختصر. يعني اليوم لو قلنا أنه بعض المعمرين يعني ممكن عاش 120-130 سنة، معناها اللي عمره اليوم 30 أنه بعد 100 سنة قطعا لن يكون موجود على الأرض. استوعبت؟ يعني بالميزان البشري أنه أكيد مو شيء، يعني لذلك كثير من البشر أنكر كثير من الحقائق لكن ما أنكر الموت. يعني أكيد أنك بعد 100 سنة لن تكون موجودا. عمرك اليوم 40، معناها بعد 100 سنة يصير 140، يعني تكون يا إما معمرا في أرذل للعمر، وإما قد يكون إنسان فارغ. يعني بعض معمرين 114 يعني، لكن نسمع مثال اللي عاش 120-130 قول 200. يعني لو قلنا معمر ممكن احيانا يجيبوا قصص، ما في حد والله ما ادري، انا ما سمعت احد 200. نشوف يا سلام. يعني لو قلت كذا خلاص انا اقصد انه سياتي يوم لا محال. انه فاحيانا يجي واحد يقول انا عندي ضعف وعندي تقصير، زاحم هذا الضعف وهذا الاخطاء زاحمها بالطاعات وبالصدقات وبالخير وستزول. ترى يستحيل انه تخلي الشيء كذا فارغ ثم الحال ويروح، يعني يذهب الأخطاء هذه، لا زاحمها بالطاعات والخير حتى ما تجد الأخطاء موضع. يعني مثال يجي واحد يقول والله، يقول لي مثال أني أدخن كيف أترك الدخان؟ أقول له تعال، أقول له لا تعصي الله في أوقات رحماته. يقول لي كيف؟ أقول مثال وقت الأذان لا تدخن. كم شوف ضيقت عليك 1-2-5 صلوات. جميل. كل ما جاء إذا طبق ترى هذا دليل تعظيم الله رغم أنه مخطئ. نعم. لكن معناها إنسان في خير عظيم، وقت الأذان شيء مقدس. تقول له كذلك في الثلث الأخير، حتى لو جاتك رغبة في السيجارة الثلث الأخير معظم ما تدخن فيه. فهو تبي يتبدل الحال، ثلث أخير لا، وأوقات الأذان لا، وإذا مروا علي الوالدين لا. إذن ستضيق عليه مجاري الخطأ، يصبح خطأ ضئيل، واللي يبدأ يطبق هذه التعليم معناها عنده تعظيم عالي، سيترك الخطأ. شعر الله فينا تقبل القلوب، سيترك الخطأ. لا وفي أي شيء ترى، حتى مثلا بعض الناس يقول أنا أحيانا ما يقدر يقوم من الفراش، فعلا يعني نومه مثال كثير بدون فائدة. أما النوم اللي يطلبه الجسم، أعطي للجسم حقه، أعطي للجسم حقه. أقول أنك أنت أحيانا لست بحاجة إلى مزيد من النوم، أنت بحاجة إلى هدف تقوم من أجله. يا سلام. إيه ترى فعلا. نعم ترى أنت، هو يقول والله أنا كسل، أنا متأكد لو وعدتك على أن لك 100,000 تقوم. معناها أنت مو النوم هو الذي نومك، ما في هدف، ما عندك هدف. يا سلام. يعني ما في لوبيت أم فرنسي. يا سلام. خديش فرنسي بالفرنسية. لوبيت تقول لوبي، يقولوا بيت هدف جول. يعني ما عندك هدف، لو عندك هدف ستقوم وتتحرك. أعطيك مثال. جميل. الآن لما تنطلق من النقطة ألف بيتكم الكريم وأنت تقصد النقطة باء، كافي القهوه المختصه، واحد بدا يلم على قهوه بعد الله. اي رايح لابو عبد الله حبيبنا ناصر. إيه لا ما احب القهوه العربيه انا، رايح الديوانيه قهوه عربيه لانك مو واعد شخص.
لأنك منطلق من النقطة ألف اللي هي البيت إلى باء، وعندك هدف لأنه موعدك، ترى الاجتماع مهم في خير. جميل. لما أصلاً أنت جالس تنافس الزمن، يعني تسابق ولا تلتفت لا يمين ولا يسار، لأنك تريد أن تصل بأقصى سرعة للمكان. ليش أنك رحت بأقصى سرعة وما هو جالس تؤثر عليك لا اليمين ولا اليسار؟ لأنه عندك هدف ذاهب لأجله، عندك أمل. مثلا لكن لما تطلع من البيت ما تدري وين تذهب، وهذه تحدث مع الإنسان مرات، تلقى افتتاح كافي توقف. تلقى حادث تفزع. لا 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 هذا صح، أحيانا أنا جال تلقى زحمة تكي معاهم، ما عندك، ما في، تلقى واحد يلعب كرة ليس لك هدف. إذا أنت مو كان قصدك الكرة أو الافتتاح أو كذا، ما عندك هدف. إذا حبيبي وأختي الكريمة، أنت لست بحاجة إلى مزيد من النوم، أنت بحاجة إلى هدف تقوم من أجله، أوجد لك الهدف. لذلك من الكلمات الجميلة، إذا أردت أن لا يشغلك هم فانشغل بهدف. يا سلام، الله، كلام جميل. أنت أجمل. جميل. الله يسعدك. دومنا خلاص؟ والله أني ما حسيت، يعني الحين لنا تقريبا ساعة. ما شاء ولا الله. والشباب يقول ختم، يقول ختم، ما شاء ختم، ختم. الله يحفظ إيه. الله يبيض وجهك يا سلام. وجهك والله. هندام جميل، رايق، أسلوب جميل، فصاحة لسان، طلة، استرسال، والله تلميذك قبول. لا لا تعلم من جدك. والله. ما شاء الله تبارك. أنت ناصر الغامدي، ناصر الغامدي هذا أستاذي الكبير. له أفضل علينا وعلى كثير من الإعلاميين. رجل موفق ومسدد، وصلى أن يبارك في قناة بداية وفي جمهورها العريض والكبير الذي يبلغ أفاق الدنيا والعالم، وأن يوفقها في أداء رسالتها والخير. ما نأخذنا وأنت صورة جماعية ثانية. والله يبي يبي. لا يبي له. وين مخرجنا؟ لا على الهواء يأخذها. تعال تعال تعال. وإحنا واقفين كذا. واقفين. ولا تبي تجلس؟ يلا. طيب. صورة جماعية كذا صامتة. هذه هنا. يلا. الله. بيض الله وجهك يا مخرجنا. سعدنا بكم يا مشاهدينا الكرام، أتمنى كان بث خفيف لطيف ومشاهدة كانت ممتعة لكم بضيفنا الجميل الرائع المتألق أبو عبد الرحمن. الوقف بين أيديكم وما زالت الفرص مفتوحة. أشكر الشباب في الإعداد والطاقم الفني والإداري، وشكرا لكم جميعا، وثمان الله. الله يرضى عنكم. شكرا والله. الله وجهك حبيب العين. الشوق عقب الفرقة، ولان المراتب نرقى، أهلا بسوق القرية.